ولكن جلد اليحمور أصبح نادراً ومن الصعب العثور عليه. لن تحصل كوجيان ين عليه إلا إذا طلبته من الصيادين. كوجيان ين تصنع الملابس التقليدية من جلد اليحمور، وحرفتها موروث ثقافي غير مادي. المعاطف التي إنها تحيك الزي الوطني لقومية الأوريكين، والزي الواحد يمكن ارتداؤه لمدة 3 سنوات. إذا سقط الفرو عن الثوب، فمن الممكن ارتداؤه في الصيف أو الخريف. إنه ثوب صالح لكل الفصول.